آداب درس اليوم أن يكون التلميذ قادر على تذكر ما سبق دراسته من موضوعات الوحدة الأولى، أن يحل تمارين وتدريبات متنوعة على الوحدة الأولى، أن يتعود على شكل ونمط الامتحانات، وأن يقدر جهود العلماء في خدمة وتقدم البشرية. هنبدأ سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إجابات اختيار من متعدد. هذا تناول حوالي 40 سؤال، من أهم 40 سؤال اللي بيجوا في الاختيار من المتعدد، سواء إذا كانوا هي اختيار أو التكملة كومبليت. هنبدأ السؤال الأول، بيقول لي إذا كان الزوج المرتب س زائد 5 و8 يساوي الزوج المرتب 1 وص ناقص 2، فإن س وص هيساوي، زي ما احنا عارفين يا شباب، أنا عندي المسقط الأول بيساوي المسقط الأول في الزوج المرتب الأول والزوج المرتب الثاني، بمعنى كلامي أن س زائد 5 هيساوي 1. يعني أنا هنا عندي س زائد 5 هيساوي 1، هعمل معادلة أودي الخمسة الناحية الثانية، يبقى كده س هيساوي سالب 4، يبقى البداية بتاعتي كده س هيساوي سالب 4. طيب كمان ص عندي هنا ص يساوي الزوج المرتب المسقط الثاني، المسقط الثاني يعني 8 هتساوي ص ناقص 2، يعني ص ناقص 2 يساوي 8 على طول من غير ما اودي الاثنين الناحية الثانية، عارف كده قيمة ص هيساوي 10، عشان تبقى 10 ناقص 2 تبقى 8، وبالتالي الزوج المرتب بتاعي ص هيساوي س يساوي سالب 4 و10. الإجابة بتاعتي الإجابة ب، يبقى السؤال بتاعي إجابة ب. إذا كانت س ناقص 1 و11 هيساوي 8 وص زائد 3، فإن الجذر التربيع الجذر الس تربيع س ناقص 2 ص، يعني هو طالب مني هنا أجيب له جذر الس زائد 2 ص وكله تحت الجذر. في الحالة دي أنا عندي هجيب المسقط الأول وأسويه ببعضيه، يعني س ناقص 1 يساوي 8، فهنا س هتبقى 9 على اساس انك انت هتبقى 9 ناقص 1 هيساوي 8. كمان بالمثل ص زائد 3 هتكون مساويه لل 11، يبقى هنا هتكون معايا ص هيساوي، يعني انا عاوز عدد ص، عدد اجمعه على 3 يديني 11، وبالتالي ص هتكون ب 8، يبقى ص هيساوي 8، يبقى انا عندي س ب 9 وص ب 8، يبقى كده عندي كده الجذر التربيعي ل 9 زائد 2 في 8 ب 16، يعني هيساوي جذر ال 25، يعني هيساوي 5، وبالتالي القيمه العدديه المقدار هيساوي 5. طيب إذا كان السؤال الثالث، إذا كانت 2 س و 4 هيساوي 8 و ص زائد 1، أنا عندي برضو نفس الفكرة بتاعتي، إن أنا هتكون الجذر التربيعي الس تربيع زائد ص تربيع. نسيب الجذر التربيعي بتاعي إزاي هنا؟ عندي هنا أنا هساوي المسقط الأول اللي هو الـ 2 س بالـ 8، أنا عندي لو سويت الـ 2 س بالـ 8 يا شباب هيبقى س بـ 4. كمان هساوي المسقط الثاني اللي هو ص زائد 1 يساوي 4، يعني ص زائد 1 هيساوي 4، وبالتالي ص هيساوي 3. فأنا عندي قيمة الس اللي هي بـ4 وقيمة ص اللي هي بـ3، وبالتالي هتبقى الجذر التربيعي الس تربيع يعني 3 يعني 4 تربيع و3 تربيع. يعني 4 تربيع زائد 3 تربيع اللي هم هيكونوا جذر ال 16 زائد 9، برضو جذر ال 16 زائد 9 اللي هم هيكونوا جذر ال 25، وفي النهايه فالمقدار هيساوي 5. يبقى انا عندي قيمه المقدار هنا بعد الاجابه، الاجابه بتاعتي السليمه تساوي 5. طيب تعال نشوف كمان سؤال ثاني.
بيقول لي اذا كانت س ناقص 2 و4 يساوي 5 وس زائد ص. حلو السؤال ده. فكره فيه ان انا هجيب قيمه س وارجع اعوض عنها في المسقط الثاني. قيمه س هجيبها من المسقط الاول، س ناقص 2 يساوي 5، وبالتالي س هيساوي 7. طيب هنا هروح اساوي 7، يعني 7 زائد ص اعوض عن قيمه س هنا، تبقى 7 زائد ص يساوي 4. 7 زائد ص هيساوي 4. كده يبقى معايا عندي هنا عدد اجمعه على 7 يديني 4، وبالتالي ص هتبقى سالب 3، او اتودي 7 الناحيه الثانيه تبقى 4 ناقص 7 يعني ص يساوي 3. فالقيمه هنا عندي س بقيمه وعندي ص بقيمه، وبالتالي هنا هتبقى عندي س 7 ناقص 3 يعني زائد 3، يبقى القيمه هتساوي 10. تعال نشوف سؤال ثاني. النقطة 4 وسالب 3 تقع في الربع الكامل. كده أنا أفتكر جزء الربوع، عشان أجيب النقطة تقع في الربع الكامل هفتكر مع بعض التقسيمة اللي قسمناها. أنا عندي الربع الأول موجب موجب، س موجبة وص موجبة، الربع الثاني موجب، الربع الثاني س هتبقى سالبة. يعني سالب وموجب، الربع الثالث سالب وسالب القيمتين، الربع الرابع س موجبة وص سالب. تقسيمة الأرباع تاني موجب موجب، بعض الشباب الربع الأول موجب موجب، قصاد الربع الثالث سالب سالب، الربع الثاني والربع الرابع سالب موجب وموجب سالب. طيب أنا عندي هنا لما أقول لك النقطة دي موجبة يبقى تقع وسالبة، يعني س موجب، يعني أنا عندي س موجب يا إما الأول يا إما الرابع. هنا موجب وسالب سالب، يبقى الربع الرابع معي على اساس الاختيارات بتاعتي سليمه. ثم اذا كانت النقطه س ناقص 2 وس ناقص 4 تقع في الربع الرابع، فان تقع الربع الثاني يطلع معي ب سالب. طيب انا اختار الصفر مثلا، صفر سالب 2 يبقى هنا سالب، يبقى هنا مش هينفع معايا. طب هشوف الواحد، 1 ناقص 2 سالب 1 مش هينفع. طيب تعال نشوف الثلاثة. طيب 3 ناقص 2 فيها 1، طب كمان كده الموجب، وبعدين ناخد الثلاثة هنا 4 سالب 1 يبقى تمام. يبقى أنا عندي التعويض بالقيمة 3، عندي معوض بالقيمة 3 عن س، هنا تطلع سالب 1 وهنا تطلع موجب 1، وبالتالي هتبقى القيمة بتاعت الزوج المرتب بتاعي 1 بالموجب و1 بالسالب، يبقى كده الربع ايه القيمة اللي هي 3. ما ننساش كمان لو حابب اجرب كمان بالنقطة الرابعة 4، تبقى 4 ناقص 4 0، دي هتبقى تقع على محور السينات. تعال نشوف نفس الفكرة. إذا كانت النقطة ألف وب تقع في الربع الثالث، الربع الثالث يعني النقطتين بالسالب، يعني انا حاصل ضرب سالب عدد سالب في حاصل ضرب عدد سالب، وليكن مثلا سالب 2 في سالب 3 هيساوي كام؟ مين عندي هنا سالب 2 في سالب 3 هيديني سالب 6، موجب 6 عفوا، وبالتالي اي 2 سالب حاصل ضرب بتاعهم هيكون معايا بالموجب، وبالتالي هنا هيكون اكبر القيمه، اكبر القيمه اكبر. طيب تعال نشوف معايا كمان السؤال السابع اللي هو بيقول لي اذا كانت النقطه ا وب
السؤال الثامن عفوا، يبقى احنا جاوبنا السؤال ده، الف ب هتكون اكبر من الصفر على اساس حاصل ضرب اي عددين بالسالب اكبر من الصفر موجب. طب اذا كانت النقطه س تربيع ومقياس الصاد هيساوي 9 و2 في نفس النقطه في نفس الوقت، النقطه دي تقع في الربع الثالث يعني 2 بالسالب. طيب التسعه دي عشان تطلع، عشان س تربيع تطلعها س تربيع هيساوي 9، يبقى ليها اجابتين، يا اما س يساوي 3 يا اما س يساوي سالب 3. الحل الحل في حل مرفوض وحل مقبول. الحل المقبول ان س بسالب 3 لانها في الربع الثالث. طيب كمان عندي الابسوليوت فالي او القيمه المطلقه بتاعتي للصاد هيساوي 2، وانا عندي هنا صاد ممكن اعوض عنها بقيمتين، نفس الاجابه هنا، اما قيمه موجبه او قيمه سالبه، يعني ممكن اشيل صاد هنا واحط موجب 2، يعني 2 هتطلع ب2، وكمان سالب 2 هتطلع من تحت القيمه المطلقه ب2. يبقى كده في حل مقبول وحل مرفوض. الحل المقبول ان انا اخد صاد يساوي سالب 2، على اساس انا عندي النقطه في الربع الثالث، يبقى النقطه في الربع الثالث س سالبه وصاد سالبه، وبالتالي هاخد اعوض عن قيمه س اللي هي سالب 3 واعوض عن قيمه صاد زائد سالب 2، يعني على بعض هيكونوا سالب 5، والاختيار الاجابه الصحيحه بتاعتي رقم ج. طيب تعال نشوف السؤال الثاني، بيقول لي اذا كانت النقطه تنتمي الى محور الصادات، اي نقطه تنتمي الى محور الصادات؟ محور الصادات هاخد عكسها، يبقى احط الاحداث السيني بصفر. السؤال اللي بعديه مباشره النقطه تنتمي الى محور السينات، يبقى برضه هحط صاد بصفر، يبقى لما يقول لي تنتمي الى محور الصادات في الحاله دي الصادات هاخد عكس، س هيساوي صفر. طب تنتمي الى محور السينات، يبقى صاد هي اللي تساوي صفر. وهنا س يعني الالف هنا هتساوي صفر، الاجابه بتاعتي. طب النقطه بتاعتي دي تنتمي لمحور السينات، يبقى صاد بصفر، يعني الجزء ده كله مع بعضه بصفر. يعني ب ناقص 7 بصفر، يبقى ب هتبقى ب7. على اساس ب لما تكون 7 ناقص 7 تدي صفر. يبقى كده انا هاخد الاجابه بتاعتي ب هيساوي سالب 7. طب اذا كانت 3 و5 تنتمي الى حاصل الضرب الديكارتي، حاصل الضرب الديكارتي مجموعه من الازواج، تمام، تدي المسقط الثلاثه والسبعه والثلاثه والثمانيه والاربعه والس والاربعه والثمانيه، س في الحاله دي هتبقى بكام؟ يعني انا هنقول لك الثلاثه والخمسه موجوده في حاصل الضرب، طيب انا عندي مفيش خمسه هنا، مفيش خمسه هنا، يبقى هنا س ليها قيمه واحده اللي هي قيمه خمسه، على اساس تقدر اطلع الزوج المرتب بتاعك. طيب س ضرب ص هنا هتبقى مجموعه الازواج المرتبه التي مسقطها الاول س ومسقطها الثاني ص، وهنا عندي بس هنا زوج مرتب واحد، على اساس مش هقدر اعرف اعمل غير 3 و5 مع بعض، يبقى اديني الزوج المرتب 3 و5، وممكن الاجابه تيجي من غير مجموعه الزوج، يبقى هل الاجابه دي صحيحه؟ غلط طبعا، انا عاوز حاصل الضرب الديكارتي مجموعه من الازواج المرتبه، يبقى حتى لو زوج واحد هكتبه في قوس مجموعه، يبقى انا هاخد الاجابه بتاعتي 5 و3 لا، ال5 و3 لا، هي ال3 وال5 بتاعتنا الاجابه السليمه. وتعال نشوف سؤال 13، بيقول لي اذا كانت حاصل ضرب ن في س هيساوي 2، حاصل ضرب عدد عناصر ص هيساوي 3، فان عدد عناصر س ضرب ص، انا عارف القانون بتاعتي ان انا هاخد ن س مضروبه في ن ص، يعني عدد عناصر س هنا 2 مضروبين في 3 يديني 6 ازواج، يعني 2 في 3 يعني هيساوي 6. تعال نشوف المساله الثانيه اللي بعديها، بتقول لي اذا كانت س يساوي مجموع 3 و2 فان عدد عناصر س 2، انا عارف س 2 يعني مجموعة س في س، يعني 2 في 2 يعني ن س في ن س، يعني 2 في 2 وبالتالي هتبقى ب 4. طيب إذا كانت ن س 2 يساوي 9، اديني العكس عاد، مجموعة ضربت في نفسها أعطتني 9، يعني هي 3 في 3، يبقى ن س ب 3، على أساس نضرب 3 في 3 تديني 9. طيب عدد عناصر س 5، عدد عناصر س ضرب ص 15، يعني انا عندي الخمسه، انا اضربها في عدد عناصر ص تديني 15، يعني 5 مضروبه في عدد عناصر ص اللي مش عارفها تديني 15، مساله سهله قسمه، يبقى عدد عناصر ص 3، على اساس ان انا العدد اللي هيديني معاي 5 في 3 ب 15.
طيب فكرة تاني، عدد عناصر س 2 ب 9 يبقى س بكام؟ ب 3، خلاص تعرفناه. طيب عدد عناصر س في ص ب 6، منهم س في 2 يبقى كده عدد عناصر ص 3، يبقى كده ايه عدد عناصر س 2؟ يبقى س ب 3 وص ب 2. هو هنا عاوز عدد عناصر س 2، يعني عدد عناصر س مضروبه ص مضروبه في عدد عناصر ص، يعني عاوز نون ص في نون ص، يعني عاوز معايا 2 في 2 اللي هي هيساوي 4. تعالى ناخد مع بعض سؤال 18. س يساوي 7 وص يساوي فاي، مجموعة فاي ليس لها عدد وبالتالي مش هقدر اشكل منها حاجة، ما فيهاش عناصر اصلا، يبقى كده عدد عناصر نون س في ص يساوي 0. خلي بالك هي فاي بس هو عاوز عدد العناصر، يبقى كده يساوي 0. مجموعة صور كل عنصر من عناصر المجال للدالة تسمى إيه؟ المدى، وده احنا خدناه كتير وتدربنا عليه. طب هذه الدالة من الدرجة، طبعا هنشوف درجة أكبر باور أو درجة أكبر قوة اللي هي السين أس 5، وبالتالي الدرجة اللي هتبقى الخمسة. ونلاحظ إن الدالة في أبسط صورة، لأن أنا عندي دالة زي الدالة دي ما أقدرش أجيب الدرجة بتاعتها غير لما أجيب أبسط صورة بتاعتها، بمعنى هدخل السين مرة هنا ومرة هنا، هتبقى هنا سين في سين بسين تربيع سين تكعيب ناقص 3 س، وبالتالي هتبقى من الدرجة الثالثة. نفس المسألة هنا، بس هنا هدخل نيجاتيف واحد يعني أو سالب واحد، يعني أو الإشارة السالب تخش على القوس تغير اللي فيه، يعني هتبقى س تربيع زي ما هي وبعدين ناقص س تربيع، وبعدين الناقص هتضرب في الموجب تدي موجب 5. وبالتالي خلي بالك معايا هنا الس تربيع مشيت مع الس تربيع، يعني المحصلة ما فيش حد مطلق، وبالتالي الدالة اللي ما فيهاش حد مطلق يعني الدالة اللي فيها عدد زي دالة س يساوي جذر 5 أو 5 أو 1 أو 2 بتسمى دالة ثابتة من الدرجة الصفرية. يبقى أنا هاخد الدرجة بتاعتي الدرجة الصفرية، وتعال نكمل. إذا كانت الدالة دالة س يساوي 5 فإن دالة سالب 3 يساوي كام؟ يعني أنا عندي دالة هنا دالة سالب 3 يساوي 5، يبقى كده أنا أي دالة أنا ماليش دعوة بالإشارة هنا، أنا بعوض عن س بقيمة، وبالتالي يا يعني اشيل اي كل القيم هتديني 5، يبقى دالة سالب 3 تديني 5، دالة 3 برضه تديني 5، دالة 2 تديني 5، دالة جذر 3 تديني 5، اي دالة هنا هشيل س واحطها تطلع دالة ثابتة معايا. زي دي بيقول لي دالة س ب 2، طب دالة 3 ب 2، يبقى انا عندي دالة 3 دي هتبقى 2، طب ودالة 1 برضه هتبقى 2، يعني دي هتبقى 2 ناقص 2، لان الدالة الثابتة قيمتها ثابتة بالتالي هتبقى 0. نفس الفكرة هنا، عاوز بس يعوض عن س هنا المرة دي ب 3، يا يعني معوض عن س ب 3، يا يعني ما اجي اجيب له دالة ال3، كل س تجابلنا قابل 3 هشيلها، 5 مضروبة في 3 واكمل باقي المسألة ناقص 7، 5 في 3 ب 15، اصبحت الدالة 15 ناقص 7 تدي 8. طيب اذا كانت الدالة دالة س يساوي 6 س، اللي بالك معايا دالة ثابتة بس هتغير قيمة س هنا، طب دالة 2 دالة من الدرجة الأولى، الدالة دي تعالى يا جماعة نشوفها ندخل عليها، دالة 2 هتبقى دالة 2 هشيل س وأحط 2، يعني 6 في 2 يعني هيساوي 12. طب دالة سالب 2 هتبقى 6 في سالب 2 هتبقى سالب 12، يبقى دالة 2 ب 12 ودالة سالب 2 بسالب 12، يعني 12 ناقص، خلي بالك عشان ابتدع هنا في ناقص وفي سالب 12، الاشارتين هيغيروا بعض هتبقى 12 زائد 12 هتبقى عندي 24. كمان الدالة دي دالة تربيعية، دالة واحد بكام؟ برضه هعوض انا، هتبقى واحد تربيع هو بواحد ناقص واحد، هتبقى القيمة بتاعتها صفر. طيب السؤال اللي بعديه، إذا كانت الدالة دالة س هيساوي س تربيع ناقص جذر 2 مضروبة في س، فدالة جذر 2 بكام؟ هعوض تعويض عادي، هتبقى جذر 2 الكل تربيع ناقص جذر 2 في س هشيلها واحط جذر 2، وبالتالي هتبقى دي 2 من غير جذر، جذر 2 في جذر 2 ب 2 من غير جذر، ناقص 2 في 2 برضه جذر 2 ب 2 من غير جذر، يعني 2 ناقص 2
المحصلة بتاعتك 2 ناقص 2 هيساوي 0. طيب تعال نشوف السؤال 29، بيقول لي الدالة دالة س يساوي كاف س زائد 2، وكانت دالة 2 يساوي 0، فإن كاف بكام؟ معنى دالة 2 بيساوي 0 إن أنا هشيل، يعني أنا هقول كده إجابتي إن الدالة دي كلها دي كده بصفر، وأعوض عن س ب2. طب دالة 2 بكام؟ كاف في 2، يعني 2 كاف زائد 2. زي ما قلت لك هشيل دالة 2 خالص، بعد كده الخطوة اللي بعديها هشيل دالة 2 وأحط مكانها كام؟ ما أنا قال لي دالة 2 بصفر. صفر، يعني الصفر هيساوي 2 كاف زائد 2. طيب هنا هنودي الاثنين الناحية التانية بإشارة مخالفة، فهتبقى 2 كاف هيساوي سالب 2، وبالتالي كاف هيساوي سالب 1. كاف هيساوي سالب 1، عشان سالب 1 يضرب في الاثنين دي سالب 2. تعال نشوف السؤال اللي بعديه، الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة صاد يساوي 2 س يمثلها بعينين خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطة. طالما هو هيقطع الصادات يبقى حط س بصفر. طب بالتالي هتبقى النقطة دي أو دي أو دي، وتعال نعوض ص هيساوي 2 في صفر ناقص 1، يعني ص هيساوي سالب 1، وبالتالي هتبقى النقطة بتاعتي اللي هي الدالة دالة س يساوي 3 س تمثل بعينين المستقيمين هو بالنقطة. طبعا أنا نعرف عرفت من خلال دراستي إن ما في جزء مقطوع، يبقى من محور ص يبقى كده هي مر بنقطة الأصل، يعني سي بتاعتي مش موجودة أو جيم بتاعتي مش موجودة كده، بالتالي المستقيم ده احنا خدناه الدرس ده في المين، بالتالي المستقيم يمر بنقطة الأصل صفر وصفر. برضو ممكن عن طريق التعويض أبدأ أعوض، مثلا أشيل كل س وأحط مثلا دالة 2 هتديني 2 في 3 ب 6، يبقى هتبقى مش موجودة، أنا عاوز الدالة هنا بكام؟ بصفر. طب هنا الثلاثة والثلاثة برضه مش هتطبق، لأن دي هتبقى ثلاثة ودي هتبقى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، برضه الصفر لو حطيت س بصفر هيديني بثلاثة، لا صفر هيديني صفر، وبالتالي النقطة الصح بتاعتي صفر وصفر، ومسألة متعودين عليها من المين. إذا كانت دالة ح ترسم ح اللي هي دالة س هيساوي ثلاثة س ومثلها خط مستقيم يمر بالنقطة سالب أربعة وكام؟ يبقى نعوض عن س بسالب أربعة. دالة سالب 4 بكام؟ ب3 في سالب 4 يعني سالب 12. طيب إذا كانت الدالة دالة س يساوي س تربيع وكانت س تنتمي إلى سالب 2 و2، فإن دالة س هتنتمي لمين؟ طبعا كل عنصر سالب يا إما يتربع يديني عنصر موجب، يبقى أنا الفترة كلها سالبة تنتقل إلى فترة موجبة، وصفر يتربع يديني صفر، يبقى المجموعة بتاعتي تبدأ بصفر الى 2. عذرا ان انا هربع كمان الاثنين هيبقى 0 و4. بدايه بتاعتنا من 0 الى 4. اذا كان الشكل المقابل يمثل مخطط سهمي للداله س على نفسها، فان المدى، المدى هنا في الحاله دي هتبقى كام؟ مجموع صور الداله. طيب الف كده صورتها الف، لو شفنا الف صورتها الف، وب صورتها الف، وجيم ايضا صورتها الف، فهنا المدى هو مجموع الصور اللي هو المجموعه الف. تعال نشوفوا مين من المخططات دي لا يمثل دالة. طبعا الواحد ليها صورة والاثنين ليها صورة والثلاثة ليها صورة. تمام، هنا الواحد ليه صورة، الاثنين ليه صورة، الثلاثة ليها صورة، واحدة ماشي مش هتفرق، لكن يمكنها يمثل دالة وده هيمثل دالة. طيب أنا عندي هنا الواحد ليه صورة والاثنين ليها صورة والثلاثة ليها صورة، ماشي. هنا الواحد ليه صورة، والواحد ليه صورة ثاني، يبقى يعني كده الشكل ده الواحد ليه صورتين، وده بالتالي او طالع منه خطين هو المطلوب. مين في الدوال دي؟ دوال كثيره حدود الا الداله ليها مقام، يبقى الداله فيها مجهول في مقام، او الداله اللي فيها لا تحتوي على جذور، ودي انا عندي هي الداله المطلوبه. طيب اذا كانت الداله كذا 1 و2 و3 وصاد 3 و5 و7، بين اي من العلاقات الاتيه تمثل داله؟ طبعا الواحد طلع صورتين فهنا مش هتنفع معاه. طب هنا الواحد طلع منه صوره والثلاثه صوره، الاثنين ما طلعش منها صوره، مش هتنفع. هنا دي واضح ان انا عندي الشكل ده، الواحد طلع منه صوره والاثنين طلع صوره والثلاثه طلع عليها صوره، مش مهم ان الصوره بتاعتهم خمسه هم الثلاثه، المهم ان الواحد والاثنين والثلاثه خارج منه سهم واحد بس. تعال نشوف
إذا كانت النقطة ألف وسين تقع على مستقيم الموصل للدالة، دالة سين، فإن ألف بكم؟ هعوض عن سين بألف، يعني أقول له والله دالة الألف هيساوي 4 في ألف ناقص 5. طب دالة الألف بتلاتة، يعني تلاتة هيساوي 4 ألف ناقص 5. هنودي الخمسة الناحية التانية، هتبقى 3 زائد 5، وبالتالي الأربعة ألف هيساوي 3 زائد 5، يعني الأربعة ألف هيساوي 8. بعد القسمة على 4 يبقى ألف هيساوي 2. يبقى الإجابة بتاعتي ألف يساوي 2. طيب إذا كانت النقطة 2 أس س و27 يساوي 32 و صاد أس 3، عندي هساوي المسقط الأول بالمسقط الأول، وبالتالي 2 أس س هيساوي 32. إحنا من المعادلة الأسية السنة اللي فاتت أخذناها، أنا آخد إن عندي 2 أس س هيساوي 32، هتبقى 2 أس 5، وبالتالي س هيساوي 5. طيب صاد هنا في الحالة دي صاد تكعيب هيساوي 27، ومنها صاد يساوي 3، يعني قيمة الجزء بتاعك هتبقى 5/3. الإجابة بتاعتي دي. آخر سؤال في جزئية الاختيار المتعدد، إذا كانت النقطة 7 وسين تقع على محور السيناء، يبقى بالتالي أنا عندي صاد بصفر، يعني دي بصفر، فإن هنا 5 في 0 زائد 1 يبقى يساوي 1. طيب تعال نشوف الجزء الثاني اللي هو الضرب الديكارتي. عندي س في ص، والله عشان ما تتلخبطش انا بحب اشتغل كده، اقول له 3 في 2 ضرب ال 4 في ال 3 هيساوي. طيب ال 3 في ال 3 هنا هناخدها مع مره مع ال 4، يبقى 3 وال 4 وبعدين 3 وال 3 وبعدين ال 2 وال 4 وبعدين ال 2 وال 3، يعني مجموعة الأزواج هتبقى الزوج المرتب 3 و 4 وبعدين 3 و 3 وبعدين عندي 2 و 4 وأخيرا 2 و 3 وأقفل الزوج. عندي كمان سؤال تاني بيقول لي عين ضرب التقاطع، طب عين اللي هي الأربعة والخمسة، طب التقاطع عندي التقاطع بين مين؟ س وص مشتركين في نقطة 3 ضرب الثلاثة، وبالتالي هيديني الزوجين 4 و3 و4 و5، 4 و3 مرة وال4 و5 مرة أخرى. طيب فرق صاد فرق سين، يعني إيه الموجود في سين مش موجود في صاد؟ اللي هو طبعا الاثنين، يبقى العنصر المجموعة الأولى 2 ضرب عين 4 و5، 2 و4 وبعدين 2 و5 وبعدين كده انا عندي ال بس كده مفيش حاجه تانية، لان دول مجموعتين 2. تعال نشوف اللي بعديها، س فرق ص، انا قلت خلاص المجموعه دي 2. طيب الثانيه ايه اللي موجود في ص ومش موجود في عين؟ يعني الاربعه موجوده في عين، الثلاثه يبقى دي هتبقى الاثنين ضرب التلاتة، ودي هيديني زوج مرتب واحد اللي هو الاثنين والتلاتة. طيب تعالى نشوف حاجة تاني كمان، هنا مديني حاصل الضرب جاهز معانا، يعني بيقول لي اضرب، والله اضرب المضروبة مع بعضيها، فأنا عاوز أعرف هنا عناصر س اللي هاخد المسقط الأول 2، دي متكررة، والأربعة، والأربعة متكررة، يبقى س هتساوي 2 و4. طيب ص هتساوي الثلاثة مسقط الثاني والواحد والأربعة، والثلاثة متحدة يبقى الثلاثة والواحد والأربعة. طيب ص ضرب س هعكس، تبقى الثلاثة والواحد والأربعة مضروبة في السين بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها 2 والأربعة، يبقى هاخد من المسقط الأول هاخد الثلاثة مرة مع الاثنين ومرة مع الأربعة، يبقى هاخد الثلاثة والاثنين وبعدين هاخد الثلاثة والأربعة وأقفل، أشوف بعد كده المسقط الثاني اللي هو الواحد، هاخد الواحد والاثنين والواحد والأربعة، الواحد والاثنين والواحد والأربعة بالمثل،
هاخد الواحد، نعم عندي هنا اخر حاجه الاربعه، معلش هاخد الاربعه والاثنين والاربعه والاربعه، كده يبقى انا عملت ايه؟ المجموعه المطلوبه بتاعتي. طيب صاد اثنين معناها اضرب صاد في صاد، يعني الاثنين والاربعه اضربها في الاثنين والاربعه برضو، فهنا تبقى الاثنين والاثنين والاثنين والاربعه والاربعه والاثنين والاربعه والاربعه، يبقى هتبقى معايا الاثنين والاثنين، طيب الاثنين والاربعه، وبعدين الاربعه والاثنين، وبعدين الاربعه والاربعه. طيب عندي نون عدد عناصر سين اثنين، هو سين اثنين بكام؟ سين بس عدد عناصرها كام؟ عنصرين، هتبقى اثنين واربعه، عذرا دي مقصود بها سين اثنين. طيب كده سين اثنين انا عندي الاثنين والاربعه، يعني اثنين في اثنين هيساوي اربعه. طيب لو حبينا نضيف عليهم سؤال ثاني، صاد اثنين، صاد اثنين انا عندي صاد هنا بكام؟ ثلاثه وواحد واربعه. انا ممكن اشكل كده، هاخد الثلاثه مره مع الثلاثه والثلاثه مع الواحد والثلاثه مع الاربعه، يبقى مجموعه الازواج ثلاثه وثلاثه، وبعدين ثلاثه وواحد، وبعدين ثلاثه واربعه. خلي بالك معايا، انا عندي هغير بس الثلاثه، هاخد الواحد يبقى برضه هديني ثلاثة ازواج، واحد والثلاثه، وبعدين الواحد والواحد زي اللي فوق بالظبط، بس هغير مصر الاول، وبعدين اخيرا هتبقى الواحد والاربعه، كمان يفضل الاربعه معاي، هاخد الاربعه والثلاثه والاربعه والواحد واخيرا الاربعه والاربعه، اللي هو ده صار اثنين، وعدد عناصرها تبقى تسعه. طيب تعال نشوف سؤال اخر، إذا كانت س يساوي واحد واثنين وثلاثة وص يساوي ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وكانت عين علاقة من س إلى ص حيث ألف علاقة الب، تعني إن ألف زائد ب يساوي ستة، لكل ألف تنتمي س وب تنتمي ص، اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي وآخر بيان. أنا عندي بيان عين، هاخد هنا من السين الواحد، طب واحد وكام يدو ستة؟ معروف كده واحد وخمسة. طيب كمان هشوف الاثنين، الاثنين وكام يجوا ستة؟ الاثنين والاربعة، اخيرا ثلاثة وثلاثة، وده بيان عين. طب مخطط السهم بتاعي هرسم س وص على شكل اعمدة، اكتب فيهم العناصر بتاعتهم، وابدا استخرج اسهم تطلع من واحد الى خمسة سهم، وبعدين سهم كمان من اثنين الى اربعة، الأخير من ثلاثة إلى ثلاثة. أما المخطط البياني هعمل شبكة ربعية سريعة، واكتب س على المحور الأفقي، واكتب ص على المحور الرأسي، وأبدأ أشوف الواحد مع متمثل مع مين؟ مع الثلاثة، تمام، أو واحد مع الخمسة، وبعدين الاثنين مع الأربعة، وبعدين الثلاثة مع الثلاثة، وبكده أكون عملت له المخطط المطلوب. طيب إذا كانت س مجموعة الأرقام واحد واثنين وثلاثة، وصاد مجموعة الأرقام، وكانت عين علاقة من س إلى ص، أهم حاجة عندي العلاقة طيب احنا كده بيان عين
كان عندي هنا إذا كانت السؤال رقم 44، إذا كانت س هيساوي 1 و2 و3 وكانت ص هيساوي 3 و6 و9 و12، كانت أنا علاقة من س إلى ص، أ إلى ب يعني أ يساوي تلت الب لكل أ تنتمي إلى س وب تنتمي إلى ص، اكتب بيان N. تاني هنا العلاقة معناها إن أنا لو خدت عنصر من أ هاخد زيه ثلاث مرات من ب، يعني أ تلت الب أو ب ثلاث أمثال الألف، يعني الواحد هاخد له ثلاثة، والاثنين أضرب اثنين في ثلاثة هاخد لها ستة، والثلاثة في ثلاثة هاخد لها تسعة، يبقى أنا العلاقة بتاعتي واحد وثلاثة على أساس إن واحد في ثلاثة بثلاثة، واثنين في ثلاثة بستة، وثلاثة في ثلاثة بتسعة، يعني أ تلت الب. كده مفيش حاجة تاني، العلاقة هل دالة ولا مش دالة؟ إذا خرج سهم واحد زي ما احنا عرفنا في الأمثلة السابقة، عنصر واحد سهم واحد طالع من أ إلى ب، يبقى كده دي علاقة دالة، المدى اللي هتكون مجموعة صور الدالة، زي ما احنا بعد التمثيل البياني هنلاقي الواحد مع الاثنين والاثنين مع الستة والثلاثة مع التسعة، وبالتالي أ خرج منه عنصر واحد فقط، كل عنصر من أ خرج منه سهم واحد فقط، أو ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط مش مرتين ولا متروك، وبالتالي دي علاقة دالة، والمدى بتاعي هيكون 3 و6 و9 اللي هي مجموعة الصور بتاعتنا اللي هي المجموعة. طيب تعال نشوف سؤال 45، بيقول إذا كانت س يساوي 0 وثلث ونص وواحد واثنين وثلاثة وكانت عين علاقة على س، حيث أ علاقة ب تعني أ معكوس ضرب ال ب أو أ في ب يساوي واحد، بمعنى معكوس الضرب ياخد عدد الصفر ما لهوش معكوس ضرب، التلت معكوس الضرب ثلاثة، والنص معكوس اثنين، والواحد معكوس ضرب الواحد، بالتالي عاوز اكتب العلاقة، يعني تلت مع ثلاثة، ونص مع الاثنين، وواحد مع واحد، واثنين مع نص، وثلاثة مع تلت، ولاحظ معايا ان عين ليست دالة لان العنصر صفر لا ينتمي الى السين، ما اقدرش اقول صفر صفر ليه معكوس ضربي، لان الصفر ليس له معكوس ضربي، يبقى العلاقه ليست داله، وبالتالي لا يوجد لها مدى. بعد التمثيل بالمخطط السهم يتضح اكثر ان انا عندي الصفر ليس له داله، يبقى تلت ونص واحد، وعندي كمان هتبقى معايا البيان بتاعي بالهيئه ادي، يبقى انا عندي تلت ونص واحد وبياني بالهيئة السابقة دي. بيقول لي إذا كان بيان الدالة دال 1 و3 و2 و5 و3 و7 و4 و9 و5 و11، اكتب كلا من المجال ومدى الدالة، دي الدالة مجالها هناخد المجال مجموعة صور س اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، البيان المسقط الأول هو عناصر س، تمام. المدى المسقط الثاني في الحالة دي هتبقى المدى عندي ثلاثة و5 و7 و9 و11، قال الداله أ يساوي 2 أ زائد ب، على أساس إن أنا هبدأ أعوض إن بأ ب1 يبقى 2 و1 هتبقى 3 عندي، برضه 2 2 و2 تبقى 5، يبقى قال الداله بتاعتي بالمثل أ يساوي 2 زائد ب. تعال نشوف سؤال 48 بيقول لي إيه؟ التمثيل البياني للدالة دالة س هيساوي 2 أو س ناقص 1 ثم أوجد نقط تقاطع الخط المستقيم مع محوري الإحداثيات، أنا هعوض هنا هاخد ثلاث نقط وليكن 0 و1 وال2 وأعوض بيهم بالدالة، الدالة بتاعتي 2 س ناقص 1، يبقى 2 في 0 ناقص 1 بيديني ناقص 1، 2 في 1 ناقص 1، 2 في 1 ب2 ناقص 1 1، 2 في 2 ب4 ناقص 1 3، يبقى أنا عندي عناصر س 0 وعناصر ص الزوج المرتب، يبقى انا عندي صفر صفر و سالب واحد،
ثم واحد وواحد ثم اثنين وثلاثة، وأبدأ أعوض بيهم، أرسم أوريدي الصفر بتاعي. يبقى أنا عندي صفر س و سالب واحد، عندي النقطة بتاعتي أهي، وبعدين عندي الواحد والواحد أهي، والنقطة الثانية ثلاثة والاثنين، وبعدين أوصل بينهم بخط. طب إزاي أجيب نقط تقاطع مع الإحداثيات، مع محوري الإحداثيات؟ عن طريقتين، يا إما بالتعويض يا إما بالقانون. أنا عندي بالتعويض طريقة أفضلها كثير من الطلاب، ولكن القانون برضو طريقة سهلة. هنطلع ألف باثنين وب بسالب واحد، وعندي القانون بيقول لي نقطة التقاطع مع محور الصادات صفر وب، يبقى هنا تبقى صفر وسالب واحد. أما نقطة التقاطع مع محور السينات فهتبقى، يلا محور السينات يبقى احنا محور دي ايه؟ محور الصادات، أما المحور الثاني محور السينات. كده هتبقى عندي نقطة سالب ألف على ب وصفر، وبالتالي هتبقى سالب سالب واحد على اثنين، يعني نص وصفر. طب ما أنا برضو ممكن عن طريق التعويض، بعض الطلبة تحب التعويض، عشان أجيب محور معادلة محور نقطة تقاطع إحداثية مع محور السين، أحط صاد بصفر وأعوض في القانون، أو أحط سين بصفر وأعوض في القانون. يعني أحط سين بصفر تديني دالة صفر يديني اثنين في صفر ناقص واحد يديني واحد، يبقى الزوج بتاعي صفر وسالب واحد. طيب النقطة الثانية بالمثل، أحط صاد صفر وبالتالي دالة صاد كلها بصفر، يعني اثنين سين هيساوي صفر زائد واحد، وهنا هتبقى اثنين سين يساوي واحد وسين هيساوي نص، نفس القانون الأول. طب ناخد سؤال 49 بيقول لي مثل البيانين الدالة دي عن طريق كمان تاخد الفترة صفر وسالب أربعة، ومن الرسم أوجد نقطة رأس المنحنى القيمة الصغرى أو العظمى معادلة محور التناسب. أنا هكون الجدول بتاعي س وأكتب المعادلة بتاعتي، س من صفر لغاية أربعة، يعني هاخد صفر واحد واثنين وثلاثة وأربعة ناقص أربعة في صفر زائد ثلاثة، دول هتبقى معايا كمان حتى بيه واحد ثلاثة معادلة تعود صفر وتعود واحد ثلاثة كون اثنين وسالب واحد، والعمود الرابع ثلاثة وصفر، وأخيرا أربعة وثلاثة. وممكن أعمل لهم إعادة كتابة بالهيئة دي، وبكده أنا هقدر أقول لك والله دي نقطة، وبعدين بعد الرسمة بتاعتي هيتضح إن المنحنى مفتوح لأعلى، يعني له قيمة صغرى. كمان هقدر أقول لك دي نقطة رأس المنحنى سواء من الرسمة أو من الجدول، وبدي من نقطة رأس المنحنى أقدر أطلع معادلة محور التماسك اللي هي س يساوي 2، أطلع القيمة الصغرى اللي هي ص دي س وص، على فكرة يبقى دي س ودي صار، يبقى س دي معادلة محور التماس س يساوي 2، يعني أنا لو هيكون معدي في النقطة وكده. أكون في السؤال الأخير في حلقة اليوم، الشكل المقابل يمثل منحنى دالة س يساوي دالة س يساوي م ناقص س تربيع، ومديني الرسمة بتاعتي منها سؤال الأذكياء العباقرة، منها أقدر أطلع قيمة عاوز قيمة ألف بام، وعاوز إحداثي ب وجيم، وعاوز ميم بكام. أنا عندي هنا الألف دي معروفة، عندي الألف الإحداث السيني بتاعها، هي أنت شوف كل شغلك على الألف، الإحداث السيني بتاعها هنا صفر، عشان ترى إيه دي نقطة تقاطع، يبقى هنا س بس دي هاخده من هنا برضه، يبقى هعوض عن صفر وعوض عن صفر ب 4، وبالتالي ميم، ودي قيمة ميم أهم جزئية معايا، ميم ناقص صفر الكل تربيع، هشيل الدال س يعني ص أنا قلت ب 4 من شوية، يبقى 4 هيساوي ميم ناقص صفر تربيع، وبالتالي ميم هيساوي طيب طالما النقطتين تقعان على محور
قرصنا. تمام، يبقى انا عندي النقطه دي المعادله بتاعتي هي بصفه على المحور التماثل، يعني النقطه دي زي النقطه دي في الاحداث السيني في الزاحة. بالتالي هاخد الجذر التربيعي س تربيع يساوي 4، يبقى هاخد الجذر التربيعي يبقى يصير لي هموم نقطتين، يبقى ب ب2 وصفر وجيم بسالب 2 وصفر. نيجي هنجيب المساحه الشكل البياني بتاعي، يبقى انا اخد اوصل بين الف وب وجيم، الف ب وجيم عوض مساحه المثلث. دي مساحه المثلث، انا عندي الالف واو ده ارتفاع باربع وحدات من ب الجيم نقطه ب. دي الوحده الاولى العلاقات والدوال. كان معكم مستر خالد. شكرا على حسن المشاهده، ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا للمشاهدة.